السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة اخترنا لكم 6 أو 7 عملات من العملات التي راجعناها على القناة. هناك من يسأل على عملات يمكن أن يخزنها على محفظته لمدة سنة أو 6 شهور، عملات لا زالت بها فرصة، عملات لا زالت في بداية صعودها. بخصوص مجال العملات الرقمية، هذه رسالة للإخوة الجدد. هذا المجال هو أكبر مجال يعرف أكبر تقلبات من ناحية الأسعار، لذلك لا نتحمل مسؤولية خسارة أي مستثمر، نحن نقوم بإعطائكم أفضل العملات، يبقى أمر الشراء والبيع عليك أنت. نحن لا نأخذ أي مقابل ولا نروج لأي عملة، فقط نجمع المعلومات الخاصة بكل مشروع ثم نشرح لكم المشروع، ثم تقريبا كل العملات التي تحدثنا عليها منذ إنشاء القناة حققت أرقام جيدة، وصلت لأسعار كبيرة. الكثير من سألني على عملة الـ XRP، كنت قد تحدثت عليها يعني منذ تقريبا أسبوع. العملة كانت تقريبا في أسعار 0.82، كنا قد تحدثنا عليها أقل من تلك الأسعار، وصلت اليوم لأكثر من 1.40. هذا أمر عادي، كل العملات الرقمية ارتفعت، فكيف لعملة الـ XRP وعملة ستيلر يعني لم يأخذوا نصيبهم في هذه الموجة بذلك الشكل الكبير؟ بدأت تظهر بهم الإيجابية الآن، بدأت ترتفع. عملة ستيلر في بداية صعودها وصلت لأسعار 0.60 وتتجه لاختبار الأول تايم هاي. الأول تايم هاي الخاص بالعملة 0.93، يعني 93 سنت. تقريبا كل العملات التي حققت لنا قمم في سنة 2018، قمم كبيرة، الآن عادت لتلك القمم، وهناك من قامت باختراق القمم التاريخية. الأول تايم هاي الخاص بعملة ستيلر هو 0.93، ريبل أظن تقريبا 3.45. يعني لاحظت هذه الملاحظة أن هناك قمم جديدة، سواء للبيتكوين، سواء للأثريوم، سواء لبعض العملات البديلة، خصوصا أن نسبة هيمنة البيتكوين قامت بتكسير 60%، والآن تقريبا في 55%، وهناك فرصة للعملات البديلة. ولو ينخفض البيتكوين لم نصبح نرى تلك الحركة السلبية القوية في العملات البديلة، يحدث شورت في العملات ثم تعود العملات كما كانت ويعود السوق كما كان. فبالنسبة للعملات التي سنتحدث عليها، سنتحدث على أول العملات أولا، ثم سنواصل حديثنا على عملة ستيلر. وهناك من سألني على عملة الأفاكس، لماذا لم تظهر لنا تلك الإيجابية كما أظهرتها كل العملات الأخرى، خصوصا أن العملة لديها الكثير من الأحداث؟ ما عليك سوى الصبر، أي مشروع قوي وشريتها في القاع فما عليك سوى الصبر عليها، فهم ضروري أن يزرعوا فيك الملل حتى تمل، حتى تقول أنها لن ترتفع بتاتا. يمر أسبوع عند بيعك لتلك العملة ترتفع العملة، وهذا يحدث معك دائما. فقط اسأل نفسك، يعني تصبر تقريبا أقول لك شهر 3 أشهر على عملة، تأتي حتى المرحلة الأخيرة تقوم ببيعها، يمر أسبوع ترتفع، وكأنهم ينتظرونك أنت فقط لكي تبيع، عندما تبيع تطير. فحاول أن تقسم استثمارك لكي لا تنتظر عملة واحدة، لا تضع كل رأس مالك في عملة واحدة، اختر لك 4 أو 5 عملات وضع فيهم كل واحدة على حسب رأس مال الخاص بك، ثم انتظر. مثلا إذا كنت كمثال مستثمر في الريبل وعملة الأفاكس وعملة الأفا أونتولوجي، عملة كاردانو كمثال، مثلا ارتفعت الكاردانو XRP وعملة الأونتولوجي وعملة الأفاكس انخفضت ب5%، لن تؤثر في ذلك الانخفاض ب5% أو 10% أو 15% أو 20%، لأن العملات الأخرى ارتفعت وغطت لي هذا الجانب السلبي. أما عندما أضع كل مالي في عملة واحدة، فهنا أبدأ ألعب على نفسيتي، أبدأ تنخفض العملة فقط ب1% 2%، أبدأ كل مرة أراقب رصيدي سواء من خلال الهاتف أو الحاسوب، أقول هل العملة ستواصل الانخفاض، وتبدأ بالضغط على نفسك، وفي ذلك الوقت ممكن أن تبيع بالخسارة. فلكي تتجنب كل هذه الأمور،
حاول أن تقسم رصيدك على 4 أو 5 عملات، ودائما أترك قيمة من الدولار لكي تدعم أي عملة انخفضت داعم فيها، أو تداول على ذلك الرصيد. حاول مثلا، يمكن أن تشتري عملات تخزنها على المحفظة الخاصة بك أو الباينانس. هناك من سألني على ما هي أفضل المحافظ التي تشتغل بها، أقول لك شيء، لم يسبق لي أن استخدمت المحافظ، لا أستخدم المحافظ بتاتا، أستخدم منصة الباينانس فقط، أستخدم المنصات فقط، لا أستخدم المحافظ. كنت أستخدم محافظ في حاليا ولكن لا أخزن فيها، مثلا محفظة الميتا ماسك، عندما أريد الشراء من اليون سواب أستعمل الميتا ماسك أو الواليت كونكت. هناك الكثير من المحافظ، ولكن كاستخدام أستخدم فقط منصة الباينانس وأضع فيها كل رصيد. خرجنا من الموضوع ولكن سنعود إلى صلب الموضوع بخصوص العملات التي لم تظهر لنا الإيجابية بشكل كبير ولديها مشروع قوي. هذه العملات من بين عملات الجراف، سعرها الحالي 1.89، الماركت كاب الخاصة بالعملة 2.3 مليار، ما يروج في العملة 1.2 مليار، الماكس سبلاي والتوتال سبلاي هو 10 ملاير، السيولة اليومية للعملة فهي محترمة محترمة 249 مليون دولار. عملة الجراف من العملات التي ظهرت بشكل مفاجئ، ليس بشكل مفاجئ، عندما ظهرت العملة دخلت في كل المنصات الكبيرة في يوم واحد، دخلت على منصة الكوين بيس برو، دخلت على منصة الباينانس ومنصة الهيوبي جلوبال. بعد المشاريع القوية المنصات تريد إدخالها بسرعة كبيرة، كما حدث لبولكادوت، كما حدث لللينك. العملات القوية عندما تظهر في سوق العملات الرقمية تدخل لكل المنصات في آن واحد. هذا ما فعلت عملة الجراف. سيولة، دائما هناك سيولة محترمة لهذه العملة، مشروعها البيك داتا، تطبيقات اللامركزية، خصوصا أن العالم يتجه للرقمية، يتجه للتطبيقات اللامركزية، تشغل الديفاي، لديها شراكة مع الباينانس سمارت تشين، تشغل الإيثريوم، لديها العديد من الشراكات مع العملات الرقمية. لو قارنا الشراكات تقريبا مثل مشروع اللينك، عملة الجراف لديها شراكات كبيرة وعديدة، مشروع قوي قوي جدا عملة الجراف، ومن العملات التي في بداية صعودها، لم تحقق لنا ما حققته بعض العملات التي لديها مشاريع لا بأس بها. يعني مشروع الجراف صراحة أقل شيء 5 أو 6 دولار لهذا المشروع، لأنه فعلا مشروع قوي مشروع الجراف، ومن العملات الجيدة للتخزين. ننتقل لتاني العملات، عملة ستيلر غنية عن التعريف، نتحدث على هذا المشروع دائما بإيجابية. من العملات القوية ممكن أن نقول أكبر بنك لا مركزي هو مشروع ستيلر. هذه العملة تريد أن تكون بنك لمن لا بنك له، الأشخاص الذي غير متاح لهم خدمة البنوك في بعض الدول، يريد مثلا فتح حساب، يجد الكثير من المشاكل. ستيلر أتت لحل هذا المشكل ولتقريب العالم، ويصبح كل شخص لديه حساب بنكي لا مركزي من خلال هذا المشروع. لديهم شراكات عديدة مع بنوك مركزية، بنوك في اليابان، بنوك في ألمانيا، أكبر شراكة مع بنك ألماني في ألمانيا، شراكة مع شركة السامسونج، شركة الأبان بنت البلوكتشين الخاص بها على هذا المشروع، عملة اليورو موجودة على شبكة ستيلر. يعني صراحة إذا أردت أن تتحدث على كل الشراكات وكل ما فعلت هذه العملة سيخصك الكثير لكي تنهي الحديث على هذه العملة. مشروع قوي، لديهم منصة لا مركزية لشراء المعادن، مشروع قوي قوي جدا عملة ستيلر. كذلك عملة الأفاكس من العملات التي نراجع مشروعها دائما، وهذه الحلقة اخترنا لكم أفضل العملات التي يمكنك تخزينها. عملة الأفالانش يكفي أنها من العملات التي أخذت لغة الأتريوم وطورت الأتريوم بلغة، لغة الأتريوم معروفة سوليديتي، طورت عليها وأسمتها سوليديتي بلاس بلاس، شراكة مع الأتريوم، شراكة بشكل مباشر، وطرح منصة لا مركزية باقتطاعات، ممكن أن نقول 0 اقتطاع، سرعة في استعمال المنصة، وعمل سواب للعملات. مشروع قوي صراحة عملة الأفاكس، فريق قوي
متكون من يعني شخصيات معروفة في الأثريوم. العملة تقريبا ممكن أن نقول كمثال مثل البولكادوت أتت لنا ببلوك تشين جيدة ومتلائمة مع جميع البلوك تشينات. يعني أي عملة تريد أن تستخدم هذا البلوك تشين فهو صالح لها. أي مشروع كما كان نوعه في العملة الرقمية يتلائم البلوك تشين الخاص به مع هذا البلوك تشين. هذا البلوك تشين الخاص بهم تقريبا نسميه مثل الحرباء، يغير لونه على حسب ذلك البلوك تشين الذي تريد استعماله. الأثريوم تستعمل بولكادوت، تستعمل مازيليكا، بصراحة مشروع قوي، مشروع على الأفالانش. إذا اشتريتها في أسعار قليلة ما عليك سوى الصبر على هذا المشروع. سعره الحالي الآن 32 دولار، الماركت كاب الخاصة بالعملة 4.1 مليار دولار، الفوليوم اليومي محترم 230 مليون دولار، ما يروج في العملة حاليا 128 مليون، الماكس سبلاي هو 720 مليون من العملات التي تحرق في التحويلات، تحرق في الشبكة، يعني التوكن يعني الكوين يحرق. ننتقل لرابع العملات، عملة البيزيك من العملات الجيدة والقوية والتي لديها مشروع خاص بها. يكفي أن صاحب هذا المشروع هو مؤسس الموزيلا فايرفوكس، وقام بتأسيس متصفح البريف الشهير والذي أخذ شعبية كبيرة في هذه الأيام الأخيرة. متصفح يقدم لك الكثير من الخدمات، يعطيك استعمال لتوكن البيزيك على متصفح البريف، يمكنك استخدام والحصول على ذلك التوكن. العملة هي في بلوك تشين الأثريوم، يشغلون تحويلة المالية، لديهم الكثير من المنتوجات، هم الآخرين قاموا بطرح الديفاي الخاص بهم. مشروع البيزيك من المشاريع الجيدة والقوية، سعره الحالي الآن 1.47، تحدثنا عليها عندما كان سعرها تقريبا أقول لك 0.24، لا أتذكر من العملات القوية صراحة عملة البيزيك. ما الأسعار التي وصلت إليها الآن هي في أقصى أسعارها، لم يسبق لها أن وصلت لأسعار ما فوق 1.5 دولار. مشروع قوي، مشروع البيزيك من العملات القوية. ننتقل لعملة الأنطولوجي التي لم تظهر لنا تلك الإيجابية التي أظهرتها سنة 2018. أنذاك وصل سعر الأنطولوجي إلى أسعار أكثر من 10 دولار، حاليا في أسعار 1.97. الماركت كاب الخاصة بالعملة 1.5 مليار دولار، الفوليوم اليومي محترم 428 مليون دولار، ما يروج في العملة حاليا 809 مليون، الماكس سبلاي هو مليار والتوتال سبلاي هو مليار. أنطولوجي من العملات القوية في البلوك تشين، لديها شراكات عديدة، شراكة مع البولكادوت، شراكة مع الباينانس سمارت تشين. العملة خرجت من سولبان نيو، مشروع قوي، عملة صينية من أفضل المشاريع الموجودة حاليا عملة الأنطولوجي. نرى الأول تايم هاي، أقصى مبلغ وصلت إليه هذه العملة، أقصى مبلغ وصلت إليه هو 10 دولار، أقل مبلغ انخفضت إليه سنة 2020 مبلغ 0.22، حاليا في أسعار 1.97. مشروع قوي قوي جدا الأنطولوجي. عملة الزيليكا دائما نتحدث عليها بشكل إيجابي، من العملات التي لا زالت تشتغل ولا زالت تطور لنا في البلوك تشين، وتريد أن تقدم لنا أفضل منتوج يمكن أن يستخدمه أن تستخدمه كل مؤسسة أو شركة أتت من المركزية. مشروع زيليكا مشروع جيد صراحة، الماركت كاب الخاصة بالعملة 2.2 مليار دولار، الفوليوم اليومي محترم 143 مليون دولار، ما يروج في العملة حاليا 11 مليار، الماكس سبلاي هو 21 مليار. العملة تعدن وتدخل في ستيكين، لديها الكثير من الاستعمالات. هي الأخرى بخصوص شيء مهم جدا، هناك من قال لي أن العملة حرام، حاليا نشرح لكم أفضل العملات. فمشروع الأول للعملة ليس لبيع الخمور، فعادي ممكن أن ترى أي شراكة مع هذه العملات، مع مؤسسات، ممكن مؤسسات قمار، مؤسسات ربوية. لماذا؟ لأن مثل الدولار تقريبا، يعني الدولار يمكنك أن تشتري به أو تصدقه،
أو تشتري به الخمر، أو يمكن أن تفعل به أي شيء. كذلك هذه العملات يمكنك أن تستعملها في أي شيء. بخصوص الإخوة الذين يسألونني هل حرام أم حلال، فلا يمكنني أن أجزم هل حرام أم حلال. يمكنك أن تسأل أهل الاختصاص في الدين. مثلا عندما مثلا العملة تشتغل بلوكتشين زيليكا، عملة يمكنك أن تستخدمها، اذهب لشخص عارف بالدين يمكن أن يعطيك أفضل مني أنا، لأني أنا الاختصاص الخاص بي هو أن أشرح لك البلوكتشين، أشرح لك مشاريع العملات الرقمية، وليس لي الحق أن أحرم أو أحلل. لكي أكون واضحا معك أخي في هذه النقطة، إذا رأيتها من منظورك الشخصي أنها حرام فلا تستثمر بها. فكل شخص يتحمل مسؤوليته الكاملة. كما نقول لكم، نحن نقوم بمراجعة مشاريع العملات الرقمية. أمر الشراء ووقت الشراء ووقت البيع يبقى عليك أنت، أنت من تتحمل مسؤوليتك الكاملة أخي. فلا يمكننا أن نجلب لك مشروع، نبحث لك في صلب المشروع ونعطيك وقت الشراء ووقت البيع، فهذا يعني ثقيل بالنسبة لأي شخص يقدم لك محتوى جيد. لذلك حاول أنت أيضا أن تجتهد قليلا وتعرف أماكن الدخول وأماكن الخروج وكذا وكذا. المهم فقط، لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لكي لا أتحمل أي مسؤولية، لكي أكون معك واضحا أخي. المهم، مشروع زيليكا مشروع بلوكتشين، المشروع الأولي الأساسي بلوكتشين. قاموا بجلب الكثير من التقنيات كمثال الشاردين والكثير والكثير. بخصوص أمر مهم كنت سأذكر به في أول الفيديو ونسيت، يمكنك السحب على بنك الأد في كاش بعدما كانت الصيانة على التحويلات المالية العالمية. يمكنك الآن السحب من خلال بنك الأد في كاش إلى الماستر كارد الخاصة بك، تدعم تقريبا كل الدول العربية إلا بعض الدول التي بها حروب وبها مشاكل. بخصوص طريقة السحب من منصة الباينانس، يمكنك أن تسحب سحب مباشر من الباينانس إلى الأد في كاش بطريقة سريعة، تقريبا ثانية أو ثانيتان يصلك السحب. تضغط ويدرو ثم تشتري عملة اليورو أولا ثم تحولها مباشرة من هذا الحساب إلى، سنرى الطريقة. تختار اليورو هنا أولا، وأول شيء تشتري، تدخل سبوت وتشتري عملة اليورو، تنزل الأسفل تختار هنا أد في كاش. هنا مثلا يكون رصيدك باليورو كمثال 5000 أو 10000 كمثال، أنا ليس لدي اليورو في هذا الحساب. تدخل 5000 كونتينيو، تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك على حسابك في الأد في كاش ويصلك السحب في الحال وبصفر اقتطاع. ثم عندما سيصلك السحب تدخل إلى حسابك أد في كاش ثم تحول، تختار هنا تحويلات مالية العالمية. من يريد شرح كامل كل الروابط التي ستحتاجها سواء لتسجيل في منصة الباينانس أو بنك الأد في كاش أو شروحات أخرى ستجدها في الوصف أسفل الفيديو. المهم نعود لصلب الموضوع ونتحدث على عملة الآفا من العملات الجيدة والقوية والتي لديها مشروع خاص بها. سعرها الحالي 5.58. كلما تحدثنا على العملة كلما واصلت الارتفاع، تحدثنا عليها عندما كانت في أسعار قليلة، حاليا في أسعار 5.58. الماركت كاب الخاصة بالعملة 282 مليون دولار، الفوليوم اليوم لا بأس به 9 مليون دولار، ما يروج في العملة حاليا 50 مليون، الماكس سبلاي والتوتال سبلاي هو 61 مليون. العملة في أقصى أسعارها، لم يسبق لها أن وصلت لهذه الأسعار. مشروعها لديها الكثير من الشراكات مع فنادق، يمكنك أن تحجز فندق في أي بلد وفي أي مكان وفي أي وقت باستعمال العملة الرقمية وباستعمال عملة الآفا. يمكنك أن تأخذ تذكرة الطيران، تسافر عن طريق الدفع بواسطة العملات الرقمية أو عملة الآفا. لديها شراكة مع أكثر من 2.2 مليون فندق في العالم، يعني مشروع قوي. لديها شراكة مع أكثر من 200 ألف فندق عبر العالم،
مشروع قوي صراحة. عملة الآفا موجودة على أكبر المنصات من بينهم منصة الباينانس، كذلك عملة لوبرين من العملات القوية والجيدة. هذه العملة هي التي تسهر على طلبات البيع والشراء في كل المنصات سواء المركزية أو المركزية. العملة قوية تشتغل لشبكة الأثريوم، يعول عليها الأثريوم بشكل كبير. هذا المشروع مشروع قوي، سعره الحالي 0.56، الماركت كاب الخاصة بالعملة 690 مليون دولار، الفوليوم اليومي لا بأس به 47 مليون دولار، ما يروج في العملة 1.2 مليار، الماكس سبلاي 1.3 مليار. موجودة أكبر من منصات من بينهم منصة الباينانس. في هذه الحلقة اخترنا لكم أفضل العملات التي يمكنك أن تخزنها، عملات في بداية صعودها، عملات قوية لديها مشاريع وشركات جيدة. من لديه أي سؤال فليتواصل معنا من خلال الروابط التي ستجدها في الديسكريبشن. من لديه أي عملة فليضعها لنا في التعليقات، نختار لكم أفضل العملات ثم نأخذ نظرة شاملة على كل العملات التي تضعوها لنا، نبحث في مشاريعهم ثم نحاول عمل لها مراجعة. هناك الكثير من إخوة وضعوا لنا عملات، لازلنا نبحث فيها لكي نضعها لكم مستقبلا إن شاء الله. لا تنسوا دعم هذا الفيديو بلايك لايك لايك. شكرا لمن تابع هذا الفيديو إلى حدود هذه الدقائق، شكرا لكم، شكرا لوفائكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.